فالفكرة كلها ان الموضوع مقلق، يعني انك بتبقى قاعد مش عارف ايه اللي ممكن يحصل. طب القصة الكاملة لوفاة احمد رفعت سقط بالملعب فصعدت روحه للسماء. اتفاجئت الكرة المصرية، لاعبين واجهزة فنية ومحللين وجماهير على خبر حزين للشارع الكروي المصري، وهو موت احمد رفعت لاعب مودرن سبورت نتيجة جلطة وكسور في الشريان التاجي، واللي عانى الامرين خلال الكام شهر اللي فاتوا، خصوصا انه تعرض لأزمة قلبية خلال مباريات الدوري المصري، ده غير الاسباب والضغوطات النفسية اللي تعرض ليها بعد ما رجع من نادي الوحدة الاماراتي، واللي ممكن تكون السبب في موته. ربنا يسامح اللي كان السبب. واللاعب الراحل كان مشهود ليه برقي اخلاقه واحترامه للجميع، الخصوم قبل الزملاء في الوسط القرن. بداية الأزمة حينما شهدت الدقائق الأخيرة من مباراة الاتحاد السكندري ومودرن سبورت في الدوري اللي اتلعب في شهر رمضان الماضي، سقوط أحمد رفعت بدون أي احتكاك على أرض الملعب، وإن الكل اترعب بسبب حالة الإغماء اللي دخل فيها دون أي أسباب واضحة، وجريوا بيه بعربية الإسعاف لأقرب مستشفى من الملعب للإطمئنان على حالته الصحية، في الوقت اللي أنهى فيه حكم اللقاء المباراة فورا. وبعد الفحوصات والتحاليل وأشعات داخل المستشفى، وصلت الأنباء بتوقف عضلة قلب أحمد رفعت لمدة ساعة ونص قبل نجاح الطاقم الطبي في إنعاش عضلة القلب مجددا، وجرى نقله من غرفة الطوارئ للعناية المركزة ومتابعة نبضه وضربات القلب، وبعدين اتحط على أجهزة التنفس الصناعي. وخلال فترة تواجده بالمستشفى زاروا العديد من نجوم الكرة، وحرص وليد دعبس رئيس مجلس إدارة مودرن سبورت على متابعة الموقف لحظة بلحظة في المستشفى، وأيضا هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي، وتوجه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر للمستشفى للإطمئنان عليه وطبعة حالته الصحية. وبعد أسابيع رجع أحمد رفعت للبيت بعد ما خرج من مستشفى وادي النيل، وعقب فترة من الرعاية الطبية والفحوصات اللازمة بعد الأزمة الصحية الأخيرة، وقضى عيد الفطر مع أسرته موجها رسالة بعد الأزمة اللي مر بيها قائلا: بفضل دعواتكم الحمد لله ربنا نجاني وعديت المرحلة الصعبة والأمور استقرت بشكل كبير، وحابب أشكر الجميع على دعواتهم ليا وحبهم ليا. وبعد أسابيع ظهر أحمد رفعت إعلاميا لأول مرة بعد الأزمة الصحية، واتكلم في حاجات كتير مؤكدا صعوبة عودته للملاعب في الموسم الحالي، وإن الواحد ممكن ما يبقاش موجود في أي وقت، وقال إن أمنيته العودة لممارسة كرة القدم من تاني، لكن مش هينفع نتيجة حالته المرضية. وبعد بيان مودرن سبورت واللي أعلن فيه وفاة أحمد رفعت عن عمر يناهز 31 سنة وهو في عز شبابه، وساب أسرته وأهله وجماهيره وزملائه في ملاعب الكرة المصرية، وظهر نادر شوقي في حالة من الانهيار التام بعد وفاته، وقال: ادوا الناس اللي فاهمة تشتغل علشان الموضوع ما يتكررش زي اللي حصل مع أحمد رفعت. وبعد ساعات من وفاته قدم وزير الرياضة والإعلامي أحمد شوبير وعدد من نجوم الكرة المصرية على غرار محمود كهربا وإمام عاشور ثنائي الأهلي العزاء في وفاة أحمد رفعت. وأكد وليد دعبس رئيس نادي بتروسبورت أن عقد أحمد رفعت ممتد للموسم الحالي وهيتم تسليم راتبه كاملا لأسرته، واحنا هنا بنقدم خالص التعازي والمواساة لأسرة اللاعب وجماهير الرياضة المصرية، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكن فسيح جناته ويلهم أهل وزوي الصبر والسلوان.